السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع وحدة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية، الوحدة بعنوان مصر بين حكم البطالمة والرومان. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الدرس الثالث، مصر تحت حكم الرومان. زي ما احنا متعودين السنة الأولى إن احنا بنبدأ الدرس بمراجعة جزئية. السؤال الأول في المراجعة الجزئية بيقول لي: من هو أسس دولة البطالمة في مصر؟ أسس دولة البطالمة في مصر، طبعا كلنا عارفين اللي أسس دولة البطالمة في مصر هو بطليموس الأول. السؤال الثاني بيقول لي: تبدأ في عهده أو تبدأ من عهده مرحلة الضعف والانهيار لدولة البطالمة في مصر؟ طبعا زي ما احنا عارفين ده كده بطليموس الرابع. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: بما تفسر انهيار وضعف دولة البطالمة؟ انهيار أو ضعف وانهيار دولة البطالمة طبعا كان لعدة أسباب، من ضمنها قال رقم واحد بسبب ضعف الملوك وتنازعهم، وكمان زيادة ثورات المصريين ضد البطالمة. يبقى دولة البطالمة ضعفت وانهارت بسبب ضعف الملوك وتنازعهم، وكذلك زيادة ثورات المصريين ضد البطالمة، وكمان زيادة نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر الداخلية. دي كلها أسباب أدت إلى ضعف وانهيار دولة البطالمة في مصر. هنبدأ نتكلم بقى النهاردة سنة أولى عن مراحل علاقة روما بدولة البطالمة في مصر. بس زي ما احنا عارفين ان طبعا في نهاية الدرس اللي فات عرفنا ان دولة البطالمة تعرضت لضعف وانهيار نتيجة لضعف الملوك وزيادة ثورات المصريين. بيقول لي: في الفترة اللي ضعفت فيها دولة البطالمة بدأت الامبراطورية الرومانية في الظهور، استطاعت في الوقت ده السيطرة على معظم انحاء البحر المتوسط، ولم يبقى امام الرومان سوى مصر التي تمكنوا من السيطرة عليها عام 30 قبل الميلاد. طيب الكلام ده بقى كان عبارة عن ايه؟ قال لي كان عبارة عن عدة مراحل مرت بين دولة روما ودولة البطالمة في مصر. بيقول لي المرحلة الاولى دي كانت عبارة عن علاقة ود وتبادل تجاري. بيقول لي في الفترة دي كانت مصر دولة قوية طبعا في عهد البطالمة الاوائل، من عهد بطليموس الاول لعهد بطليموس الثالث. اما المرحلة الثانية بين روما ودولة البطالمة كانت عبارة عن مرحلة تسمى بفرض الحماية. فرض الحماية أولاد، حيث بدأت روما تتدخل سياسيا في شؤون مصر باعتبارها القوة العظمى في العالم. يبقى المرحلة الثانية بين روما ودولة البطالمة عبارة عن حاجة أو مرحلة اسمها فرض الحماية. فرض الحماية دي كانت عبارة عن مرحلة بدأت روما فيها بالتدخل سياسيا في شؤون مصر باعتبارها القوة العظمى في العالم. اما بالنسبه للمرحله الثالثه عندي هيبقى اسمها تدخل سياسي واحتلال عسكري. بيقول لي في الوقت دوت بدات روما تتدخل سياسيا وعسكريا في شؤون مصر حتى سيطرت عليها عام 30 قبل الميلاد، ده عقب معركه بحريه هنعرفها خلال الدرس ان شاء الله اسمها معركه اكتيوم البحريه. بعد كده بنروح لحاجه اسمها خلفاء يوليوس قيصر. طبعا يوليوس قيصر اولاد عارفين ان هو كان امبراطور روما اللي قدامك في الصورة دوت. بيقول لي: مستر، شهدت روما بعد مقتل حاكمها يوليوس قيصر قيام حرب أهلية انتهت بالاتفاق بين قواده هما اتنين أنطونيوس وأكتافيوس على تقسيم الإمبراطورية بينهما. يعني يوليوس قيصر إمبراطور روما بعد ما قتل قامت حرب أهلية وتنازع على السلطة، في الآخر تم الاتفاق بين قواده أنطونيوس وأكتافيوس إن هما هيقسموا إمبراطورية يوليوس قيصر بينهم هما الاتنين أنطونيوس وأكتافيوس. دول أهم قواد يوليوس قيصر، وتعالى مع بعض نشوف هيقسموها إزاي الإمبراطورية الكبيرة جدا ما بين أنطونيوس وأكتافيوس. هنبدأ نلاقي إن الإمبراطورية ديت انقسمت إلى قسمين، القسم الشرقي ده هيبقى من نصيب القائد أنطونيوس، والقسم الغربي هيبقى من نصيب القائد أكتافيوس زي ما احنا شايفين كده قدامنا. يبقى بعد مقتل يوليوس قيصر اتقسمت إمبراطوريته، أصبح القسم الشرقي من نصيب أنطونيوس والقسم الغربي من نصيب أكتافيوس. خلاص عرفنا الإمبراطورية الرومانية أولاد بدأت تتقسم، وكان القسم الشرقي اللي هو التابع لمصر من نصيب القائد أنطونيوس. وبيقول لي هيبدأ الرومان، دي بقى المرحلة الثالثة، ان هيبدأ الرومان في غزو مصر. قال لي: مستر، عندما تولى أنطونيوس حكم القسم الشرقي للإمبراطورية الرومانية جاء إلى مصر بعد أن وجهت إليه كليوباترا السبعة وهي آخر ملوك البطالمة الدعوة لزيارة مصر، فأعجب بها وتزوجها، وكان هذا بداية توتر العلاقة بين القائدين أنطونيوس وأكتافيوس وانتهت بإعلان الحرب بينهما. يعني أول ما أنطونيوس تولى قيادة القسم الشرقي للإمبراطورية الرومانية استقبل دعوة من الملكة كليوباترا السبعة وهي آخر ملوك البطالمة بزيارة مصر، ودي كان السبب في بداية التوتر في العلاقة بين أنطونيوس وكذلك أكتافيوس.
تعالى نعرف بقى ازاي العلاقة اتطورت بين القائد أنطونيوس والقائد أوكتافيوس. هنلاقي ان الاتنين طبعا نتيجة لتوتر العلاقات بينهم، هنعرف ان قامت بينهم معركة بحرية اسمها معركة أكتيوم البحرية، كانت عام 31 قبل الميلاد. زي ما احنا قلنا كده، يا ترى كان اطرافها مين؟ قال لي اطرافها أوكتافيوس اللي هو قائد القسم الغربي من الامبراطورية الرومانية ضد أنطونيوس وكليوباترا، طبعا أنطونيوس ده قائد القسم الشرقي. طيب المعركة دي احنا بنقول بحرية، يعني اكيد وقعت على في سواحل البحر. طب وقعت فين بالظبط؟ بيقول لي في السواحل الغربية لبلاد اليونان. طب يا ترى هو ليه اصلا المعركة دي حصلت؟ بيقول لي توتر، طبعا ده بيرجع اسبابها لتوتر العلاقات بين أنطونيوس وأوكتافيوس. طب يا ترى ليه العلاقات اتوترت ما بين أنطونيوس وأوكتافيوس؟ هقول له بسبب زواج أنطونيوس من كليوباترا واهدائها اللي هي وابنائها بعض الاقاليم التي فتحها في الشرق. يعني أنطونيوس فتح بعض الاقاليم في الشرق واهداها لكليوباترا هي وابنائها. ومش بس كده، كمان أنطونيوس بدا ان هو يحتفل بالانتصارات بتاعته طبعا في مصر وليس في روما اللي هي يعتبر مقر حكم الامبراطوريه الرومانيه. طب يا ترى بقى النتائج، النصر هيبقى حليف مين، أنطونيوس ولا أوكتافيوس؟ هلاقي ان النتائج طبعا او النصر كان حليف القائد أوكتافيوس، حصل انتصار لأوكتافيوس. ومش بس كده كمان، طبعا انتحار كل من أنطونيوس وتبعته كليوباترا السبعة، وفي الوقت ده اصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد. دلوقتي سنة أولى أصبحت مصر آخر، كانت آخر نتائج معركة أكتيوم البحرية 31 قبل الميلاد، إن مصر أصبحت ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد. خلاص مصر بقت تحت القيادة الرومانية. تعال مع بعض سنة أولى نشوف إيه هي ملامح الحياة في مصر أثناء حكم الرومان. ولكن قبل ما نشوف الملامح ديت، عندي سؤال متفوقين بيقول لي وضح مراحل علاقة روما بدولة البطالمة في مصر، المراحل اللي احنا قلناها في أول الشرح. بيقول لي وضح مراحل علاقة روما بدولة البطالمة في مصر. تعال بعد كده بقى زي ما قلت لك نشوف ملامح الحكم الروماني في مصر، وهنبدأ نتكلم على عنصر عنصر، وهنبدأ بالحياة السياسية. الحياة السياسية سنة أولى كانت بتنقسم إلى مجموعة من المواضيع، يعني عندي حاجة اسمها نظام الحكم، وكمان عندي حاجة اسمها نظام الإدارة. قال لي أول حاجة نظام الحكم، قال لي خضعت مصر لإشراف أوكتافيوس مباشرة، يعني بعد أوكتافيوس منتصر على أنطونيوس في معركة أكتيوم البحرية، كان مين اللي بيحكم مصر؟ قال لي مستر خضعت مصر لإشراف أوكتافيوس مباشرة. مش بس كده، ده بيقول لي مستر إن الرومان حرموا المصريين من الاشتراك في حكم البلاد، بالإضافة إن الرومان وضعوا حاميات عسكرية قوية للدفاع عن البلاد وصد أي ثورات من جانب المصريين. يبقى ده كان نظام الحكم أولاد في مصر أثناء حكم الرومان، إن مصر خضعت كليا لإشراف أوكتافيوس وبشكل مباشر، الرومان حرموا المصريين من تولي المناصب والاشتراك في حكم البلاد، بالإضافة إلى أن الرومان كمان وضعوا بعض الحاميات العسكرية للدفاع عن البلاد. زي ما المستر قال لنا ان الحياه السياسيه بتنقسم لجزئين، نظام الحكم ونظام الاداره. وزي ما عرفنا نظام الحكم، تعالى كده نتكلم برضو شويه على نظام الاداره. لقيناهم برضو طبعا تقسيم الحياه السياسيه في زمن الرومان زيها بالظبط زي زمن البطالمه، بس الاختلاف في حاجات بسيطه. احنا قلنا البطالمه حافظوا على التقسيم الاداري لمصر القديمه اللي هي مصر كانت مقسمه ل 42 اقليم، واللغه كانت السائده كانت اللغه اليونانيه. طب ايه الفرق ما بين بقى البطالمه والرومان؟ لقينا عندي هنا ان الرومان قسموا لي مصر لثلاث اقسام، مصر السفلى ومصر الوسطى ومصر العليا. ومش بس كده كمان، ده احنا لقيناهم بدأوا ان هم يستخدموا اللغة اليونانية كلغة رسمية البلاد هي اللغة السائدة، وعملوا لغة تانية للجيش فقط، يعتبر ان عشان مثلا الجيش بيبقى فيه اسرار حربية ما حدش يعرفها وما تبقاش متداولة، فجعلوا لغة معينة او لغة مخصصة تبقى لغة الجيش فقط، الا وهي اللغة اللاتينية. يبقى اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية، واللغة اللاتينية هي لغة الجيش. نيجي لملمح اخر من ملامح الحياه في مصر اثناء الحكم الروماني، وهو الحياه الاجتماعيه. بيقول لي مستر سكن مصر في عصر الرومان اجناس متعدده من غير المصريين، وانقسم المجتمع المصري الى اربع طبقات في ذلك الوقت. يبقى الحياه الاجتماعيه في مصر في ذلك الوقت، المجتمع المصري اولا كان فيه اجناس كتيره وانقسم الى اربع طبقات. تعال نشوف مع بعض ايه هي الطبقات دي. اول طبقه واعلى طبقه طبعا هي طبقه الرومان، وهي تعتبر الطبقة العليا، وكان عددهم قليل وتولوا جميع الوظائف العليا. يبقى أول طبقة في الحياة الاجتماعية في مصر أثناء الحكم الرومان هم طبقة الرومان، وهم الطبقة العليا وعددهم قليل وتولوا المناصب العليا في البلاد. اما عن الطبقة الثانية هتتمثل في طبقة الاغريق اللي هم اليونانيين اللي هم يعتبر جزء من البطالمة. بيقولي حصلوا على بعض الامتيازات كالعفو من دفع الضرائب، يعني يعتبر برضو كانوا من الطبقات العليا. اما الطبقة الثالثة في مصر اثناء الحكم الروماني هي طبقة اليهود، واليهود اولاد
طبقة حصلوا على بعض الامتيازات نتيجة تقربهم من المستعمرين الرومان. يعني اليهود بيتقربوا من الغزاة الرومان وبالتالي بيحصلوا على بعض الامتيازات، دول طبقة اليهود. اما عن الطبقة الرابعة اللي هي طبقة المصريين، ودول كانوا بيمثلوا يعتبر الطبقة الدنيا جدا، حيث كانوا يعاملون معاملة سيئة من قبل الادارة الرومانية مما اثار كراهيتهم للرومان. يعني المصريين كانوا بيكرهوا الرومان جدا. طب ايه نتيجة كراهية المصريين للرومان؟ هقوله، قاموا بالعديد من الثورات ضدهم في القرن الثاني الميلادي، مثل ثورة الرعاة والفلاحين التي قامت في الدلتا. نروح للملمح بعد كده في الحياة الرومانية في مصر، وهو الحياة الاقتصادية. بقول لمستر زيه زي اي مجتمع، الحياة الاقتصادية بتنقسم الى مجموعة من الانشطة زي الزراعة والصناعة والتجارة. تعال نتكلم على كل نشاط اقتصادي لوحده. اول حاجة بنتكلم على الزراعة في مصر اثناء الحكم الروماني. بقول لمستر، اولا عامة كده بشكل عام، كانت سياسة الرومان الاقتصادية في مصر صورة من صور الاستغلال الاقتصادي. اكيد اي غازي او اي مستعمر بيحاول ان هو يستغل الدولة اللي هو محتلها وبيسيطر عليها. طب ازاي الرومان يعني استغلوا مصر اقتصاديا؟ قال مستر، حيث استغلت روما موارد مصر الاقتصادية لصالحها، فقد اصبحت مصر مزرعة للقمح تزود به روما لتوزعه على سكان كسبا لتأييدهم. يعني مصر حول الرومان حولوا مصر لمزرعة للقمح عشان يحصدوا القمح ده بعد كده ويبعتوه لأهلهم في روما عشان يكسبوا التأييد بتاعهم. طيب بيقول لي كمان يا مستر، نبدأ أول حاجة نتكلم على الزراعة. بيقول لي إن الرومان اهتموا بشؤون الري. طب يجي في الامتحان يقول لي دلل، اهتم الرومان بشؤون الري؟ هقول له إن هم قاموا بعدة حاجات. أول حاجة إصلاح شبكات الري وتطهير الترع والمصارف، بالإضافة إلى بناء الجسور. ده أكبر دليل على أن الرومان اهتموا بنظام الري. طبعا لم يكن اهتمام الرومان بالحياة الاقتصادية مقتصر على الزراعة فقط، احنا لقيناهم كمان بدأوا ان هم يهتموا بالصناعة. بيقولي شهدت الصناعة تطورا كبيرا جدا، حيث كانت مدينة الاسكندرية مركز الصناعة في مصر. بيقولي الرومان لم يتبعوا نظام الاحتكار في الصناعة زي ما البطالمة عملوا بالظبط. قالي لا، قالي ده تركوا بعض الصناعات في ايدي الافراد، طبعا باستثناء بعض الصناعات الاساسية. من اهم هذه الصناعات صناعة النسيج وصناعة الزجاج وايضا صناعة البردي وصناعة العطور. النشاط الاقتصادي الثالث وهو التجارة. بيقول مستر، في عصر الرومان أصبحت مدينة الأسكندرية أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط بسبب الازدهار الذي عم الإمبراطورية الرومانية. يعني اسكندرية على وارتفع شأنها اقتصاديا في عصر الرومان، بالإضافة إن التجارة شهدت في مصر رواجا داخل وخارج مصر. طب إيه السبب في كده أولاد؟ إيه السبب اللي خلى إن التجارة تبقى فيها رواج سواء في داخل مصر أو خارج مصر في عهد الرومان؟ قال مستر، بسبب استقرار الامن والغاء الرسوم الجمركيه على الواردات، بالاضافه الى ارتفاع مكانه مدينه الاسكندريه كميناء تجاري مهم. كل الاسباب ديت ادت في الاخر الى رواج التجاره في مصر اثناء الحكم الروماني. مش بس كده كمان، ده احنا لقينا برضو مدينة الاسكندرية او لقينا طبعا برضو الحياة الثقافية والعلمية في مصر شهدت تطور كبير جدا في عهد الرومان. زي ما كانت البطالمة مهتمين بالحياة الثقافية والفكرية، برضو الرومان لقيناهم عملوا كده. ما ننساش ان البطالمة هم اللي وضعوا نواة لجامعة الاسكندرية ومكتبة الاسكندرية. طبعا استكمل المسيرة دي بعدهم الرومان. لقينا هنا ان مدينة الاسكندرية، خلي بالك، ان هي احتلت المركز الثاني بعد روما في مجال نشر فنون العلم والثقافة المختلفة. خلي بالك، مدينة الاسكندرية احتلت المركز الثاني في مجال نشر العلوم والثقافة، اللي كانت بتحتل المركز الاول كانت روما. طبعا بيقول لي ظهر تخصصات كتيرة جدا في جامعة الاسكندرية زي الطب وزي الجراحة والهندسة والفلك والتاريخ والجغرافيا، وتخرج فيها طبعا الكثير من العلماء، الى جانب اقامة المسارح والاحتفالات الدينية. واستمرت مدينة الاسكندرية تستضيف العلماء لاجراء البحوث في فروع العلم المختلفة. وكمان اولاد، من ضمن العناصر اللي ازدهرت في عهد الرومان في مصر هي العمارة. طبعا الرومان اولاد اهتموا بانشاء العديد من المباني المعمارية والمنشآت المعمارية. طب شيدوا ايه؟ قال لي زي ما واضح قدامك كده في الصور، شيدوا الرومان او قام الرومان بتشييد البوابات واقواس النصر والحمامات العامة والمسارح والمعابد التي كان بعضها على الطرازين الاغريقي والروماني والبعض الاخر على الطراز المصري. يبقى الرومان برعوا فيه العمارة وقاموا بإنشاء العديد من المنشآت زي ما موجود كده قدامك، أقواس نصر ومسارح ومعابد سواء على الطراز المصري أو على الطراز اليوناني والإغريقي والروماني كمان، بالإضافة إلى الحمامات العامة وأقواس النصر والمسارح.
بكده يبقى احنا اتعرفنا على المراحل اللي مرت بيها علاقة دولة روما بدولة البطالمة، وتعرفنا كمان على اهم ملامح الحضارة الرومانية في مصر. نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس، ونشوفكم ان شاء الله في دروس تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.